لوكاس احمد راشد وبرغش محمد برغش وميونغلي وانبس على لقب بطوله الدوري. التراجع يسجل من كل فرصتين يسجل هدف. تتحول عمر خريبين تيم تافس. عمر خريبين وقف حاول سيطر من الكره بيرسل الكره في مكان الى عمر خريبين. الله على قطع الكره. حكم المباراة قريب يشيل خرج اليوم خارج السباق. الشارجة فاز بالأمس على خورفة كان لكي الوحدة تغيير في تيم تافس خارج نطاق اللعبة. خريب بالظروف اللي مرت في هذا الموسم بنقاط عن المتصدر فريق الجزيرة في بطولة الدوري بالنسبة للفريق مع فرق كم المفترض أنه يبحث عن الطريق، لكن الله على التغطية. الكرة من محمد عباس اللي بيرسل الكرة. محمد عباس في نص الملعب بجانب خالد البلوشي اللاعبين اللي يعوضون برمان ويحل الرقم 9 المحطة الهجومية يسجل. تقدم بالخبرة يحاول الله على محمد عباس. محمد عباس يقطع الطريق. يوجد الآن في الشوط الثاني تقريبا بدون دكة بدلاء، أغلب الأسماء الموجودة في دكة البدلاء جديد الفارسين لكرة الإمارات ولمسام. الكرة تقف الآن ولكن مهند العنزي يبعدها. يا سلام على محمد عباس وقف يعود بالكرة إلى عمر. الله على المرور. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. دفاع عيناوي في منتهى الروعة. كايو وقف حظا سيطر. محمد عباس يلعب مباراة بثقة. يفرق كثير يفرق كثير كم من الأهداف التي صنعها في الموسم الماضي. شوف عباس الله على قطع الكرة. والآن يخرج من الموقف. شوف عباس هادي واثق لاعب يبدأ مباراة جيدة. إيمان ويحيى نادر الكرة من محمد عباس يقطعها من جديد. ناصر شكيلي عمر خريبين. عمر خريبين لا يمكن أن تقتحم الجميع. الكرة بتتخلص هي المتابعة لا تأتي. الكرة بتتخلص لوح على التصدي. عمر من جديد عدى لكن تأخر فيها وبعد ذلك هناك خطأ ومع ذلك حافظ عليها حافظ عليها. الآن شك في هذه اللحظة يقاتل يحاول فيها.